كان نفسي يكون موجود حفيظ الدراجي، كان نفسي ان هو يحلق على هدف رياض محرز الثاني ضد باريس سان جيرمان. تخيل انت واحده حطها في الجول يا رياض، يا كان هيبقى طرب بدل الحك اللي شفناه النهارده من جواد بدا اللي جايبينه علشان خاطر الراجل وشه حلو على باريس، اللي هو تخيل انت بتلعب باريس سان جيرمان الشوط الاول مفترين علينا وماسكيننا سلخنا وخط النص بتاعنا تايه، جندوجان رجع وش عمرو السوليه ورودري مش شايف قدامه، وجواو كانسيلو مقلق ومتكهرب كانه اول مره في حياته يلعب كوره، واضح ان احنا داخلين على شوط من نادي ستين نيله مش عارفين نمسك كوره من باريس سان جيرمان، اللعيبه بتاعتنا عماله تجري ورا الكوره الناحيه الثانيه بالصينو بيلعب ال 4-3-3 في الحاله الدفاعيه 4-4-2، نفس المنظر اللي كان بيحب يعمله مع توتنهام هوتسبير ويهاجم بهاري كين وسون، والمره دي انت معاك نيمار ومعاك كمان كيليان امبابي وتحتيهم في فيراتي وفي باريدس. فيراتي وباريدس كان هما الصراع كله، الراجل كان عامل الصراع ان انا هنقفل الاطراف وهنعمل كثافه في نص الملعب، فاللي ياخد نص الملعب هو اللي يمسك الجيم. نص ملعب باريس سان جيرمان الشوط الاول عمل شوط ابداع، انا قعدت اقول خلاص واضح كده ان ربنا يستر وخلاص اخرنا دور اربعه وهنطلع. بعد كده باريس سان جيرمان خطير، بعد كده ماركينوس بيسجل في اول ضربه ركنيه اللي هو الله شايفها جايه من بعيد اهي، والله شايفها جايه من بعيد اهي، الخروج بفضيحه اهو. وبعدها بي ركنيه ثانيه جت باريدس لعبها بس كانت يعني عدت سيكا فوق العرض، قلت بس واضح ان المباراه شايل حاجه للسيتي، بس منظر السيتي عار جوه الملعب اللي هو يا جماعه في ايه؟ يعني باريس سان جيرمان بيبني من تحت واحنا بنقطع كوره وبنلعبها لفيل فودن، يلا يا فيل سجل بقى. لا فينا بيسجلش اللي هو الكره تشتغلنا ولا ايه؟ يعني هم ضيعوا واحنا جات لنا الكره بتاعتنا وضيعنا، في ايه طيب؟ يعني هنعمل ايه؟ الشوط الاول باريس سان جيرمان واخد الملعب كله بالطول وبالعرض واكلين الاخضر واليابس، واحنا الناحيه الثانيه قاعدين. هو جندوجان هيجي امتى طيب من السفر يعني؟ طب كيفن دي بروين مش قادر يمشي ليه طيب؟ يعني فين رياض محرز يا باشا؟ فين اللعيبه بتاعتنا يا باشا؟ فين العيال بتوعنا يا باشا اللي واخدين الدنيا في انجلترا فحت وردم؟ فين الرجاله بتاعتنا؟ لحد ما دخلنا الشوط الثاني واعلى الهوى مانشستر سيتي هو اللي قلب باريس سان جيرمان في نفسه، احنا اللي واخدين الملعب فحت وردم عاملين ضغط عالي، باريس سان جيرمان عمال يغلط، فيراتي وباريدس مره واحده انتهوا بدنيا، فلورينز انتهى بدنيا، نيمار بعد المقصة حرامية اللي عطاله جو كانسيلو ما نطقش، الراجل وقع على دراعه واتكسر، ودي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي عملها جو كانسيلو حلوة النهاردة، المقص اللي عمله لنيمار، غير كده جو كانسيلو كان بسم الله ما شاء الله زي الزفت. فباريس سان جيرمان دخل الشوط الثاني نيمار ما جابش ايده كويس قوي، واضح ان هم ما عندهمش حاجة هجومية غير امبابي وخلاص، هم خلاص كده مقررين هنلعب بقى مرتدات بس. طب احنا الناحية الثانية بقى نستغل كارير بقى ده بقى ورياضي يعدي من واحد على واحد كتير، بس احنا ما عندناش حد تسعة، بنفس المشكلة اللي كنا بنعاني منها قدام ليدز يونايتد، كان مقفول علينا الأطراف وسايبنا نلعب عرضيات، طب احنا ما عندناش حد تسعة، ورغم ان السيتي ماسك كورة في هجمات مرتدة ناحية باريس، واضح كده ان الماتش مخبي حاجة لباريس سان جيرمان بتقول ان هيبقى سيناريو في نهاية 60 نيلة، لحد ما ضربة ثابتة بتيجي لمانشستر سيتي وكيفن دي بروين بيعمل كروس ولا اروع علشان خاطر كيلور نافاس احسن حارس في البطوله يتغفل وتلاقي الكره جت من مرماه الهدف الاول، الله الحمد لله واضح ان كده الكره بدات تظبط، سيتي ماسك كوره وسجلنا علشان خاطر يجي عمك رياض محرز يا ابني، عمك رياض محرز يجي من بعيد كده من فاول يقول لي كيفن دي بروين سيبها، الحاجات دي مش بتاعتك، الحاجات دي محتاجه واحد رجليه عاليه على المرمى، سيبها لنا. تقول لي رياض رجليه اعلى من كيفن دي بروين؟ لكن انا مشجع سيتي وعارف ان رياض محرز هو نجم الفريق الاول بتاعي السنه دي وكيفن دي بروين يجي تحتيه، ودي بروين كان عامل شوط اول سيء بس بعد الهدف اللي هو جابه تقريبا كيفن كده بدات ترجع له الحساسيه مع التغييره اللي عملها زيلتشينكو مكان جواو كانسيلو، خلاص رياض محرز وقف على الفاول اهي اتحط كده مش هحطها من فوق الحيطه، لا لا انا هدور على كيمبيمبي الرخم اللي انا وهو عمالين نخش واحد على واحد كتير وما برضاش اعدي منه والواد بيقطعها مني كتير احطها من جنبه هو عشان خاطر احرق دمه هو، انت الكابتن التاني بتاعهم انا معدي الكوره من جنبك اهي واتفرج عليا وخش جون يلا انت وانا فاز يلا يا كان حته دي منظر والله كان نفسي يبقى معلق زي خلق الله هو اللي بيحلق على الجون ده، الجون ابداع امتاع عالمي اسطوري تقدر تقول عليه زي ما انت عايز تقوله، بعد التاني خلاص بقى مسكنا المباراه طول وعرض وخلاص بقى ورونا يا جماعه في ميريتس جيرمان اللي كنتوا قاعدين تتريقوا علينا وتقولوا لنا هيطلعوا كده والافساد والافساد وباريس هيعمل باريس، فين فين باريس ده بقى يا باشا؟ فين باريس ده؟ ده حتى ايكاي جندوجان لما وقف على رجليه ربع ساعه طرد ادريسا جاي، ادريسا جاي لما لقى باريس ولقى جنبه فيراتي ماتوا الراجل قرر ان هو خلاص انا هعمل فاول هطرد فيه وهسيب باريس 12 دقيقه بيلعب 10، ودي مشكلتنا ان احنا ما استغلناش الطرد وجبنا الهدف الثالث. هتقول انت خايف برغم الشوط اللي انتوا عملتوه، يا انا مشجع برشلونه وعارف ان السيناريوهات القذره دي بتيجي معاك في الوقت اللي انت تقول ان انت خلاص
كره خدمتك وهتعدي، تيجي بعديها تلاقي ان في مشكله، ودي ما تمنهاش انها تحصل الماتش الجاي. هلاعب باريس سان جيرمان في العوده في الاتحاد، مفترض ان المباراه هتكون باريس سان جيرمان اللي عايز يعمل نتيجه ايجابيه، فما نروحش احنا هناك ويلعبوا لنا على المرتدات. بس ده مش وقت، وده وقت ان احنا نفرح بالجون بتاع رياض، وقت نفرح بالجون بتاع كيفن، نفرح باسقاط باريس في ملعب حديقه الامراء، نفرح بطرد ادريسا جاي، ده وقت الفرحه يا جماعه. ويقول لك الشوط الثاني شوط المدربين، لو الشوط الثاني شوط المدربين والمقوله دي حقيقيه، فبيب جوارديولا نفخ بوتشيتينو ونفخ لعيبته، وتقريبا كده كهرب اللعيبه بتاع مانشستر سيتي ما بين الشوطين علشان خاطر ينزلوا بالفولت العالي والسيطره على قراراتهم جوه الملعب دي. يا راجل يا باريس مانشستر سيتي مش عارفين نباصوا بصين على بعض الشوط الاول؟ لا يا جماعه، الموضوع كله كان موضوع خبرات، وموضوع ان كان في لعيبه رهبه الموقف، الشوط الثاني تم التعامل معاها نفسيا كويس جدا من بيب جوارديولا، فهم نزلوا جوه الملعب خلاص اغتصبنا باريس، والمهمه تمت بنجاح. لو انت مشجعين السيتي فلو شايف اخوك بيأفر فمعلش يابا، انا واحد اول مره في تاريخ، تاني مره في تاريخه يلعب دور اربعه في دوري ابطال اوروبا، وان شاء الله يبقى اول مره في تاريخه يلعب دور نهائي. اما لو انت مشجعين مانشستر سيتي فممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب، ولو انت محبين رياض محرز فصديقي انا مشجع مانشستر سيتي ومش بسيط لرياض، ممكن تفهمها زي ما انت عايز تفهمها، ممكن تعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، ممكن في الحالتين تعمل ديسلايك لو ما عجبكش برضه.